موجز الأخبار. فوز كبير لسيراميكا كيلوباترا على بيراميدز بأربع أهداف مقابل هدفين بعدما كان متأخرا بهدف مقابل لا شيء، وطلائع الجيش الانتصار الرابع على التوالي هذه المرة على حساب غزل المحلة المكافح 3-1. والله برافو يا بسيوني. وتعادلان سلبيان، الأول المصري مع مصر المقاصة والثاني إنبي مع الاتحاد السكندري. نهائيا طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك الدولي أمين عمر المرشح للتحكيم في كأس العالم، ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح، أحمد الغندور رابعا، محمود عاشور للفيديو بيساعده محمود بسيوني. موسيماني بيفرض السرية على مران الأهلي الأخير وينصح لاعبته باستغلال كل الفرص وبيقول للقفشة شوت من بره يا عم قفشة. وعلى الجانب الآخر كارترون بيعقد جلسة مع شيكابالا على هامش تدريب الزمالك وتدريبات بدنية مكثفة للاعبين قبل مواجهة النادي الأهلي. وكلام منطقي من كارترون، معرفش كارترون ايه علاقته بمحمد الحنفي، كلام منطقي من كارترون بيؤكد ان نتيجة القمة، كارترون انا بتكلم على كارترون، طيب كلام منطقي من كارترون ان نتيجة القمة هيكون لها دور كبير في حسم لقب الدوري ويعلن موافقته على استكمال المسابقة بدون لاعبي المنتخب الاولمبي، ومحمد الحنفي حكما لمباراة البنك الاهلي والاسماعيلي. خلينا لما بعد ذلك، باهر المحمدي يعود لقائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي غدا في الدوري بعد غياب 248 يوم عن المشاركة في المباريات، حمد لله على السلامة. وأيضا حمد لله على سلامة الكابتن إيهاب جلال، اتصلت وطمنت حالته بقت أفضل بكتير وإن شاء الله يخرج خلال أيام من المستشفى. ألف سلامة على نجمنا الكبير مصطفى محمد، التقارير الصحفية التركية بتقول هيغيب من 6 إلى 8 أسابيع. ألف مليون سلامة، تعود سريعا الى الملعب الى فريقك والى منتخبك باذن الله يا مصطفى. في الوقت بدل الضائع ريال مدريد يحول هزيمته او تاخره بهدفين مقابل هدف الى تعادل 2-2 مع اشبيليه. اتلتيكو مدريد يبقى في صداره الدوري الاسباني 77 نقطه، ما زالت هناك 3 جولات ساخنه. في مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل، الميلان يفوز على اليوفي خارج ملعب الميلان بثلاثية نظيفة وبيبعده عن المربع الذهبي، وإصابة جديدة لإبراهيموفيتش. زي ما صعد زي ما نزل، ويست بروميتش ألبيون بيودع الدوري الإنجليزي ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارة بثلاثية أمام الأرسنال. باريس سان جيرمان يفرط في فوز كان في متناول يده ويتعادل مع رين في الدوري الفرنسي 1-1، الفارق أصبح 3 نقاط، ورين وليل باقي له مباراتين، لو فاز في مباراة تعادل في مباراة نقول له مبروك بطولة الدوري. أما برشلونة فقد توج بلقب الدوري الأسباني للسيدات بعد فوزه على جرانيديا 1-0، وسيدات تشيلسي أيضا توجنا بالدوري الإنجليزي للسيدات بعد الفوز على ريدينج بخماسية نظيفة. في سباقات الفورمولا، لويس هاملتون بيفوز بجائزة أسبانيا الكبرى المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا 1 وبيعزز صدارته للترتيب العام. وفي مباراة رائعة، الألماني ساشا أو ألكسندر زيفريف بيتوج بلقب بطولة مدريد أو بيحتفظ باللقب بعد فوزه على الإيطالي ماتيو بيرتيني 2-1.